السلام عليكم. اليوم عندنا آخر محاضرة ما يخص الميكروبيولوجي بالآدي موديول، اللي هي عن الأكتوباراسايت. الأكتوباراسايت بصورة عامة إحنا من نقول أكتو معناها أوتر، معناها شيء خارجي، فهي بيسكلي اللي تأثر على السكين or the superficial layers of the skin. هي هاي الباراسايت اللي نحكي عنها اليوم. الأكتوباراسايت أغلبها هي عبارة عن ما يسمى بالأرثروبودز، اللي هي عبارة عن invertebrates بيها فتي اسمه الكايتنوسكيلتون. الكايتنوسكيلتون بدون ما ندوخ نفسنا به هو عبارة عن يعني fibrous material تكون السكيلتون الخارجي مع بعض الحشرات اللي هي الأرثروبودز. So there is that. الأكتوباراسايت لازم نبدأ نقسمها بالبداية إلى two main groups، اللي هما الانسكتس والاركنيدز. الانسكتس اللي يميزها اكثر شيء انه هي تكون عندها 6 legs، والاركنيدز اللي هي عبارة عن 8 legged arthropods. زين، حناخد تقريبا مثاليا على كل واحدة من دولي الجروبس. فنعطينا بالبداية هيجي انه دي يقول ان الانسكتس كاللايس او فلايز ان بيد بوكس، والاركنيدز مثلا السبايدرز والمايتس والتكس. شغلة أخرى لازم نعرفها عن الأرثروبودز أو الباراسايت إنه إحنا قارين هواية عن الإنسكس أو الأرثروبودز إنه هم عبارة عن vectors diseases، يعني شلون يسوون pathogenesis إنه ينقلون في المايكرو أورجانيزم الأخ اللي هو يسوي الديزيز. بس also أكو غيرهم إنه يعني أرثروبودز لا، هم اللي يسوون الديزيز، مو مجرد ينقلون other مايكرو أورجانيزم، لا هم نفسهم they cause the disease. فعندنا الفكتورز مثلا نعطينا مثال اللي هو هي الايكسوستيك اي ثينك هاي ترانسميتس ذا بورولا ذات كوزز لايم ديزيز. بس اغلب اللي حناخذهم يعني حناخذهم اليوم بيسكلي ار نوت فكتورز، وانما هم كوز اوف ذا ديزيز اتسلف. يعني اخذنا فكتورز بالمحاضرات السابقه بدون يعني اخذنا غير مايكرو اورجانيزمز، اخذنا فكتورز غيرها. هسه حناخذ لا they cause the disease. أول شيء راح نأخذ قلنا حنبدي بالإنسكت اللي هما قلنا 6 legged arthropods. الإنسكت عندنا ببداية حنأخذ اللايس. اللايس اللي يسوي الديزيز اللي هو الباريكيلوسيس. بالبداية الباريكيلوسيس هي عبارة عن يعني caused by two species. كاتبنا الباريكيوليس هيومنس والفثيرس بيوبس. زين، الهيومنس هم عندها تو سب سبيشيز اللي هم الكابيتس يعني بيريكيليس هيومنس كابيتس اند دي كوربورس. زين، اذا احنا من نقول انه بيريكيليس هيومنس لازم نعرف هي اما تصيب الهيد مال الهيومن فيسموها الكابيتس اور الهيد لوس، اور تصيب الترنك مال الهيومن فيسموها الكوربورس اور البادي لوس. زين، اما الثايروس بيوبس هاي اللي حتسوي انه هي افكس يعني جينيتال اريا بيسكلي، بس اولسو كاتب انه ممكن تروح للاكزيلا والايبروز. فاذا عندنا البيريكيلوسيس هي كوز باي تو سبيشيز اوف لايس اللي هم بيريكيوليس هيومنس اند ثايروس بيوبس. بيريكيوليس هيومنس قلنا تنقسم الى اما مال الهيد او مال الترنك اللي هي كابيتس او كوربورس، والبي بيوبس لا هي نفسها وحده. زين، كاتبنا انه البيريكيوليس هيومنس كوربورس اللي هي مال البادي لاوس is the vector of several human pathogens. كاتبنا هي vector مال ما يعرف بالريكتسيا بروازكي I think the cause of the epidemic typhus. زين، احنا هل حتهمنا هاي بمحاضرتنا اليوم؟ لا، احنا دندور مو فيكتور، وانما دندور يعني insect that's causing a disease. So حناخذ الهيد لاوس اللي هي الكابيتس والبيوبيك لاوس اللي هما not vectors of a human disease وانما they cause the disease themselves. فعدنا هس اخذنا مال body لاوس مو disease causing وانما vector، ممكن تصير disease causing بس بيقولنا انه هي mainly a vector for the rickettsia. زين، كامبورتنت بروبرتيز بالنسبة لللايس يكونون يعني كبار بحيث يعني واحد يقدر يلاحظهم، وقلنا هما عبارة عن انسكت فهم يعني 6 legs. اللي يميز اللايس انه هما عندهم الكلاز. الكلاز مالتهم يعني هاي تساعدهم بالباثوجينيسيس بالترانسميشن بكل شيء. حنتذكر الكلاز هاي.
الكراز مالتهم هي حتساعدهم بالاتاتمنت في الهير اند ذا سكين. زين البريكيوليس هاز ان الونجيتد بودي و ذا الثايرس هاز ا شورت بودي اند ريزمبلز ا كراب. هسه نشوف الشكل مالتهم ونلاحظ الفرق بحيث انه الثايرس يسموها الكراب بلاوز همينه بسبب شكلها انه اللي يشبه الكراب. فهسه بهاي الصوره اذا نلاحظ على اللفت سايد او الفيجر اي يمثل لنا البريكيوليس هيومنس اللي تكون مور الونجيتد بودي، اما اللخة فهي كراب لايك ابييرنس، ولهذا البي بيوبس يسموها كراب بلاوز همينه بحيث يسمون الشخص اللي مصاب بيها اذا تلاحظون هنا كاتبينه ار سيد تو هاف كرابس لانه بسبب يعني الشيب مالتها. زين كاتبنا عن بيريكوليوس كوربوروس او البادي لوس هم يعني اوكي نفس الحكي انه اي بيريكوليوس سواء هيومنس سواء كوربوروس او ذا كابيتس اثنيناتهم يعني elongated body as we can see in the figure A، اما اللخة فهي عبارة عن crab like appearance. هسه شنو بالنسبة للأجز مال اللوس هما يسموها النتس، الأجز مالتها يسموها النتس and are typically زين الشخص من اللي يكون عنده لايس اغلب شيء يلاحظون بالبيس مال الهيرز مالته اكو يعني مثل ال دوائر البوينتس الدوتس الصغيره البيضه، فهي هاي النتس اللي هي الاكس مال اللايس مو اللايس نفسه. زين هاي تكون attached to the hair shaft فهي تكون white و seen by the naked eye as we said right now. Nets of the body lumps are often attached to the fibers of clothing. ليش؟ لأنه النتس النتس ما عندهم ability إنه to attach to skin وإنما they attach to things that are يعني يلزموها أكثر like the hair. الهير يعني الهير فوليكل تقريبا على خلال الهير فوليكل هما حول الهير فوليكل او مثلا بالكلوز لانه بالسكن مال الترنك مو كل شيء يقدرون يسوون اتاتشمنت. فهاي بالنسبه للنتس فهاي شكل الايج كيس او النت مال البريكوليوس كابيتس. ديروا الايج كيس also known as the net attached as we said للهيرز هنا للهير شافت. زين كترانسميشن راح نرجع للفكره انه ال اللايس عندهم الكلاوز، الكلاوز مالتهم اللي هتساعدهم حتى بالترانسميشن. ليش؟ لانه حيتشربون بكل شيء قريب لهم. فاذا هي بالهيد اذا هي هيد لايس حت اتاتشز تو ذا هاز كومز اند تاولز، ممكن تكون بالبادي سو ات اتاتشز اولسو تو ذا كلاوز، واذا كانت مثلا بيوبيك لايس حتنتقل بالسكشوال كونتاكت. بصورة عامة يعني بالكلاوز مالتها. زين بالنسبة للسيمتومز اللي تسببها لايس كنا هي ديزيز كوزن انسكتس رايت حتسوي لنا الايتشنج اللي هو المين سيمتوم البروريتس اند ذا اكسوريشن اوف ذا سكن اللي هي بالسكالب اكثر شيء بسبب الايتشن الزايد والسكراتشن اللي دي يصير بالاريا راح تسبب تقشر للجلد. اند سكندري secondary bacterial infection. ليش يصير هذا secondary bacterial infection؟ خلينا نفكر انه هسه حنقراها بغير مكان همين بهالمحاضره انه ذولي خلينا نقول parasites هم ما يسوون شيء كبير شيء systemic، بس من يكونون مستمرين بالانفستيشن مالتهم راح يسوون مثل مدخل للبكتيريا انه تسوي infection بحيث يسوون secondary bacterial infection من parasitic infection. فان بريكيوليوسيس كابيتس the adult lice are often difficult to see، بس قلنا حنشوف النتس اكثر شيء. ان بريكيوليوس كوربوروس the adult lice are primarily in the clothing مو بالسكن بالبيوبس حتشلب بالبيوبك هير. كلابراتوري دايجنوسيس ما راح نحتاج اللاب بالدايجنوسيس وانما مجرد فلوريسنت لايت او يو في لايت حيلاحظون بيها النتس. والتريتمنت حنحط ببالنا انه الانتي باراسيتيك دراج المستخدم باغلب الباراسايت مال هالمحاضرة هو البرمثرين اللي هو تريتمنت اوف تشويس، بس as we said انه هو هذا السائد so it is common فتصير له resistance نوعا ما. فاذا يلاحظون انه الشخص يكون resistant للبرمثرين راح ينطوه الايفر
ماكتين اللي ماشي هنا. So we have one اللي هو البرمثرين and two اللي هو الأبرمكتين. النتس ار ها لازم نتأكد انه احنا مو بس نعطي التريتمنت وانما لازم نتأكد of the removal of the nets to treat the clothes, the personal items, the combs. هاي كل السوالف لازم تكون treated ولازم نستخدم a fine tooth net comb حتى يوخرون بها النتس. كprevention لازم واحد يصير اكو يعني basically not sharing يعني not sharing of the clothing articles and يعني personal hygiene. هاي السوالف كلها. sexual partners of those infected with pubic lice should be treated and tested. واي واحد تبي يعني اي واحد infected لازم يكون treated ويعني لازم يكون يعني ينعزل عن غيره because mostly خصوصا بالschools تنتشر هاي بسبب انه اللي ينصاب يظل موجود بالمدرسة أو بالروضة أو whatever بحيث الكل ينصابون. فالمفروض أكو نوعا من التوعية بهالموضوع وإذا أكو فالطفل مصاب لازم يقعد بالبيت لحد ما يعني they are fully treated. زين. So that's all to know about lice. We need to يعني لازم نتأكد إنه إحنا نعرف كم شغلة اللي هي هنرجع أول شيء إنه كم نوع اكو. عندنا two species والspecies الاولى اللي هي Pericurius humanus بها two subspecies. so عندنا Pericurius humanus وال pubis. so الhumanus عندها الكابيتس and the body loss اللي هي الكوربورس. اما الpubis لا عندها بس واحدة هي السبيشيز الوحيدة. قلنا انه هما ممكن يسوون disease manifestation مو بس factors. عندنا الhumanus تكون more elongated, البيوبس لا تكون crab like appearance. عندهم claws هاي المين characteristic مالتهم اللي تساعدهم بالinfection بالtransmission. السمتم الأساسي اللي يسووه هو البروريتس ونتيجة هاي البروريتس حيسوون exoriation of the scalp ممكن يؤدون إلى secondary bacterial infection كتريتمنت برمثرين and ivermectin. ثاني insect هناخدها هي الفلايز which cause miasis. Miasis is a disease caused by many larvae of many species of flies. احنا حناخد واحدة منهم اللي هي Dermatobia hominis أو butterfly اللي هي best known basically. Larva يسموها maggots. they قلنا انه maggots are also used to debride non-healing wounds. بس الماجتس اللي يستخدموها بالwounds they do not cause that disease. they do not cause miasis. كproperties يعني هما يسوون infection للhumans وللanimals. والhuman infections أو الhuman infestations صار أكثر شيء بال central and south America بتكون بال tropical areas أكثر شيء. كtransmission ال basic mechanism مال transmission هي ال egg deposition. يعني إنه هتختلف بال root مالتها بس هي basically أكو egg deposition of some sort. ف حسب the species أما حتسوي ال adult fly deposition of the eggs in a wound or in the nostrils or in the conjunctiva or in the lips or the unbroken skin وبعدين ال larva تخترق ال skin or ممكن حتى تسوي deposition لل egg مالتها على mosquito والmosquito راح يسوي biting لل human وتطلع ال larva منهن. هو شنو هي اوكي هي سوت ديبوزيشن للايج بعدين اللارفا راح تسوي يعني تطلع من الايج من الايج تسوي هاتشينج رايت سو من الظروف تلائمها او يعني تقريبا هو الوورمث مال الهيومن بودي اكثر شيء راح يعطيها الظروف الملائمه للايج انه تسوي هاتشينج وتطلع منها اللارفا سواء بالوند او ناشوس او اي مكان من دولي. بالنسبه من تسوي ديبوزيشن على الماسكيتو ما راح تطلع اللارفا راسا من الماسكيتو بايتس ذا هيومن وأكو وورمز تطلع من السكن مال هيومن هذا راح يحفز الأج إنه تهات وتطلع منها اللارفا وانفكس the human in that way. زين كباثوجينيسيس حتسوي basically inflammatory process inflammatory response فتطلع الفايندنز مالتنا إنه أكو عبارة عن erythematous كاتب إن erythematous painful papule تشبه الفرنكل or the boil ما يسموها البويل اللي هي basically يعني مثل منطقة حمراء تحيط بالفالوكل مال الهير فاللي هي هاي إذا نلاحظها بهاي الصورة هي هاي اللي نحكي عنها. يقولنا إنه هاي ممكن بيها ممكن
تجي have H protic reaction، وممكن يحس البيشنت انه اكو شيء يتحرك داخل هاي الليجن او هاي الفرنكل. لازم واحد يعني اذا اكو بيشنت يجي عنده هاي السيمتومز لازم او ناخذ منه هيستوري اوف ذا ترافل تو تروبيكال ريجنز. احنا موست كومونلي وي سي كوتينس ميسس لايك ان ذا سبيكتر، بس ممكن يصير اكو اوكيولر انتستينال جينيتوريوري اور سيريبرال سيريبرال حسب المكان يعني انفكتد. وقلنا الاج كان هات ان اني اوف ذيس بيسز حسب دي بوزيشن مالتها حسب السبيشيز. اللابراتوري دايجنوستس مثل قبلهم ما يتضمن اللابراتوري بالدايجنوستس، اكثر شيء يدورون على اللاربا ومن يلقوها لازم اكو تريتمنت راسا اللي هو سيرجيكال ريموفال. احنا مجرد نريد نشيل اللاربا، فاما هي تكون مبينه ويسووا لها ايدنتيفيكيشن راسا يعرفوها ويشيلوها باي مانوال اكستراكشن، او اذا هي يعني داخله ديب انتو ذا ليجن او من بينه فش حنسوي، راح يستخدمون طريقه اللي هي cover the lesion with the petroleum jelly. زين هذا البتروليوم جيلي راح يقطع الاكسجين عن المكان الجوا بحيث يصير اكو اناكسيا على مود اللارفا تطلع تصعد للسيرفيس تدور اكسجين، حتى يعني حنقول حتى الظروف تلائمها من جديد تصعد للسيرفيس وتبين ونسوي لها اكستراكشن. فهاي الواي اوف ريموفال. اوكي هسه راح نحكي على الاركنت اللي هنا هي عباره عن 8 legged arthropods. الاركنت راح ناخذ عليها 3 امثله، واول وحده هي المايتس. الديزيز اللي تسبب المايتس هو السكيبيز او ما يعرف بالجرب. السكيبيز او الاتش مايت is caused by the H mite اللي هي Sarcoptes scabii. بالنسبة Sarcoptes حنحكي عن female هي 0.4 millimeters in length, short rounded body and have 8 legs. وهذا يعني هذا الحكي عن شوية يعني مكلش مهم، بس كاتب انه هو يعني common issue المايتس worldwide وهيجي. المهم عندنا هو the transmission or pathogenesis. The transmission also occurs by personal contact or by fomites. من أكو unhygienic conditions، من أكو cloth tearing or يعني هاي السوالف نفسها. ولازم نعرف إنه المايتس not a vector for other human pathogens، وإنما مجرد they cause the disease themselves. زين الباثوجينيسيس السمتم اللي نلاحظه بالشخص اللي عنده سكيبيز اكثر سمتم هو الاتش او البريرايتس. ليش يصير هاي الاتش؟ بيسكلي هي المايت راح it will reside on the corneum stratum corneum of the epidermis، مثل ما كاتبين هنا باخر جمله. هاي الستراتم كورنيوم صايره بالاوتر لاير اوف ذا epidermis most outer layer، فهي تكون بداخل هاي الاوتر لاير. المايت هنا راح تبدي يعني خلينا نقول تفرز الفيسيز مالتها، فمن تفرز الويست ماتيريال والفيسيز مالتها راح يصير اكو البادي حيكون delayed hypersensitivity reaction للفيسيز اللي تطرحها هاي المايت، وهذا اللي حيسبب هاي الاتش او البيوريتيك رياكشن او البيوريتيك بيوريتيك ليجنز اللي هي هاي الليجنز اللي تبين عندنا. هنلاحظ انه هنا هم اشرين عليها بهاي الصوره، مثلا هاي مثلا هاي هي هاي البروتيك ليجنز. زين ان اميونو كومبرومايز انديفيدوالز حتكون اكثر يعني اكثر سوءا بالنسبه لهم، حيصير عندهم اكستنسيف كراستد درماتايتس. These patients may be infested with thousands of mites لانه هم اميونو كومبرومايز، فبالتالي كل ما يعني كل ما يعني الموضوع حتى لو كان صغير بالنسبة لغيرهم حيكون أسوأ بالنسبة لهم، بحيث هم ما حيكونون أكثر infested وأكثر بنسبة كلش أكثر من المايتس. خلينا نقول الإكسوريشن may become infected with Staphylococcus aureus or Streptococcus pyogenes resulting in pyoderma. مثل ما قلنا باللايس إنه أكو باراسايت حتسوي يعني الاكشن مالتها حيطول يكون اكستنسيف لدرجه يصير اكو اكسوريشن للسكين او السكالب، فبالتالي حتفسح مجال للبكتيريا تسوي سكندري بكتيريال انفكشن. فهنا ممكن يصير اكو بسبب السكيبيس يصير اكو بايوديرما كوز باي ستاف اوريوس اور ذا ستريبتوكوكس بايوجينس.
laboratory diagnosis هنا راح ياخذون سكريبينج سواء من السكن او المايتس او الاكس، يعني هو بيسكلي من السكن، سوري هو من السكن مال الهيومن ياخذوها حتى يبينون اما المايت نفسها او الاك او ذا فيكل بلتس مالتها. التريتمنت باي ذا بريمثرين اللي هو دراج اوف تشويس قلنا عليه قبل شوي، وممكن يعطون يعني ستيرويدز على مود الاتشنج توبيكلي يضيفوا لها. البريفنشن هو التريت يعني بيسكلي لازم يصير اكو تريتمنت للبيشنت الافكتد و treating the يعني or discarding the fomites or personal items مال الشخص ال infected. زين ثاني type of the arachnids اللي هي ticks. ticks تسوي disease اللي هو tick paralysis caused by many species. إحنا حناخد the most common again اللي هو Demacentor species. Ticks are vectors for several human diseases like many parasites. قلنا هما vectors. الديزيزز يسولها transmission مثلا Lyme disease or Rocky Mountain spotted fever. بس احنا هنحكي على ال tick paralysis اللي هو disease caused by the يعني ticks themselves. هما يفرزون toxin معين بجسم ال human يسبب هذا ال paralysis. ك properties the important properties and transmission. Female ticks require a blood meal for the maturation of their eggs, and hence it is the female that causes the tick paralysis. وأصلا الفيميل هي اللي حتسوي يعني تكون الفيكتور، فالفيميل حتسبب كل الديزيزز دولي سواء الباراليسيس أو تكون هي فيكتور. زين منين تجي التكس؟ التكس موجودة بالغراس grassy woodland areas وحيكونون attracted للهيومن بادي لأنه راح يشوفون حيدورون الكربون دايوكسيد and the warmth from the human body وراح يكونون attracted إلى وبالتالي يسوون attachment للسكن. وكان يسوون attachment للسكن عندهم ما يعرف بال proboscis I think اسمها اللي هي عبارة عن مثل سنلاحظها بهاي الصورة مثل السكرز اللي صايرة بال يعني the front or the anterior part of the يعني باراسايت تساعدها بال يعني انه تسوي احنا نقول ترتبطها بشكل قوي بالسكن مال الهيومن. فهذه اللي هي التيما سنتر تك. الباثوجينيسيس مالتها هي شلون تسوي باراليسيس؟ نفس الاكشن مال بوتلينيوم توكسين. يعني شو تسوي؟ يعني حتاثر على النيوروماسكولار جانكشن وحتسوي بلوكينج للاسيتايكولين ريليس فتسوي paralysis هناك. لازم نعرف انه هي التوكسين مالتها ينفرز من السليفري جلاند مال التك والتك لازم عندها وقت معين تبقى بالبادي او تكون مرتبطة attached بادي قبل ما تبدي تسوي هذا الاكشن مالتها. ف 4 hours لازم تضل attached على مود تبدي تسوي symptoms هاي. زين كclinical findings احنا العفو احنا قلنا اكو paralysis بس شلون يصير هذا paralysis؟ يصير بشكل مثل Guillain-Barré syndrome اللي ماخذيها العام والاتاكسيا. Guillain-Barré syndrome هي عبارة عن كان genetic disorder I think كانت تصير من يصير اكو demyelination للنيرف بحيث يصير اكو يعني يصير اكو tingling sensation يصير اكو weakness generalized weakness بالبادي والمسلز وهيجي. الاتاكسيا هي يعني من انه شخص يكون عنده slurred speech and coordination المشي مالته تكون مخربطة ما يتوازن هيجي. الparalysis يكون symmetrical and can ascend from the legs to the head. يقولنا انه ممكن يصير اكو respiratory involvement بحيث يصير اكو respiratory failure and death. زين اذا شخص يعني سوى له removal of the tick الrecovery مالته تكون rapid بحيث in 24 hours of the removal of the tick الشخص يبدي يسوي recovery. The tick is often found at the hairline in the back of the neck or at the near the ear. أكثر شيء children affected لأنه أهم يعني هي يعني سوالف personal contact و close هي شيء مثل lice يعني. Laboratory diagnosis ما رح يدورون باللاب حتى يسوي لها diagnosis. The treatment لازم يسوون removal of the tick as we said. والprevention by application of the
insect repellent and wearing clothes that cover the extremities and هي attaches to the skin تدور ال warmth وال CO2 حتى ترتبط بال skin مال humans. آخر وحدة بال arachnids اللي هي ال spiders. ال spiders احنا هنحكي عن two main species اللي هما ال Latrodactus mactans and the Loxosceles reclusa. طبعا كل سوري على pronunciation طول المحاضرة. I think most of them are wrong. This sorry. نرجع عندنا Latrodactus mactans اللي هي ال black widow spider اللي سامعين بيها أغلبنا والLoxosceles reclusa اللي هي ال brown recluse spider هذا يعني مو الكل سامعين بيه. المهم ال black widow هما اثنيناتهم تقريبا نفس ال length 1 سنتيمتر in length. راح يختلفون بكاركترستكس محددة. انه البلاك ويدو راح نلقى على الفنترال سيرفيس مالتها اور جلاس بلون ريد الى اورنج مثلا باسو راح نلاحظها هي البلاك ويدو على الفنترال سيرفيس اكو هذا المقشري بالاحمر هو عبارة عن اور جلاس ابيرنس يعني مثل اور جلاس يعني فد شكل مشابه للساعة الرملية لونه اما احمر او برتقالي هنا احمر صاير اما بال البراون ريكلوس هم نفس اللنث بس حيكون عنده الشيب مالته يكون فايلنت شيب شكل كمان ويسموه also الفيرل باك سبايدر هو هذا الباك مالته بشكل كمان صاير هذا هو البراون ريكلوس سبايدر. زين بالنسبه للفينوم مال دولي السبايدرز كل واحد شي يسوي نبدي بالبلاك ويدو. البلاك ويدو سبايدر حتسوي نيورولوجيكال سيمتومز يعني اول شيء هي السايت مال البايت راح يكون ورا ساعة حتبدي سيمتومز تطلع ورا ساعة من البايت تبدي سيمتومز تطلع اول شيء مكان البايت يكون اكو بين ونمنس بي. زين بالنسبة للباقي البادي راح يصير نيورولوجيك سيمتومز اول شيء حيصير سيفير بين وسبازم بالاكستريميتيز وابدومينال بين هم هنا يصير وحيصير اكو generalized symptoms مثلا الفيفر chills sweating and vomiting و other constitutional symptoms in contrast to the bite of the brown recluse ماكو tissue necrosis ف mainly neurological symptoms حيصير اكو pain و numbness بالسايت ويصير اكو pain و spasm بالextremities abdominal pain و فدخل نقول general symptoms like fever like chills sweating vomiting و هيج سوالف. زين اذا واحد اجى يعني هو عنده الاعراض مال بلاك ويدو بايت لازم يعالجوه by giving them an anti serum. الانتي سيروم to the يعني مثل الانتيدوت مثل يعني فشي معاكس للافكت مال الفينوم فهذا الانتي سيروم راح ياخذوه من الهورس يعني هورس بلود اور هورس سيروم basically هيسوون هياخذون الانتي سيروم من الهورسز فلازم البيشنت من يجي عنده هاي الاعراض وعرفنا انه هو بيتن باي سبايدر باي بلاك ويدو سبايدر قبل ما ننطي الانتي سيروم حتى نعالج راسا لازم نعرف هل هذا البيشنت عنده هايبر سنسيتيفيتي للهورس سيروم لو لا لان ممكن احنا ننطي هذا الانتي سيروم عبالنا نفيده وهو عنده هايبر رياكتيفيتي هايبر سنسيتيفيتي للهورس سيروم بحيث نضره من فيده. زين فهاي شغله لازم نعرفها بس المهم انه اكو انتي سيروم للفينوم مال البلاك ويدو. زين الثانيه اللي هو البراون ريكلوس سبايدر هذا حيسوي تيشو نيكروسيس سيمتومز يعني ايش حيسوي هو عنده بروتيوليتيك انزيمز فمن حيسوي بايتنج اول شيء بالسايت حيصير اكو بين اند بيرايتس. زين وراح يصير اكو وراها المكان حيصير مثل اكو فيسيكل تتحول الى هيموراجيك بولي يعني تبدي تنزف وتصير ألسر الى ان تصير نكروتيك ممكن اصلا ما doesn't heal هنا حيسوي نكروسيس و doesn't heal فلازم يعني من يعالجوا لازم يسوون سكين جرافتنج مرات اذا النكروتيك اريا كبيره وإذا أحد يعني إذا patient إجا وعنده هاي الأعراض وقالوا إنه يعني مثلا الفاميلي ما تعرفنا منهم إنه هو عنده brown recluse spider bite ما رح نقدر ننطي anti serum لأن أصلا ماكو
لحد هسه ما مكونين حسب الملزمة، انه ماكو لحد هسه انتي سيرم للفنوم مال البراون ريكلوس، فمجرد راح يحاولون يعالجون النكروسيس والاعراض اللي تسويها. وهنا أنا مثلا دي روينا الفنوم بايت شو تسوي هنا، سوري شنو الفنوم بايت، السبايدر بايت مال البراون ريكلوس سبايدر شنو تسوي. هنا أنا مثل النكروسيس، سوري مثل النكروسيس والأثر باي بادية تاخذ شكلها بالثاي مال البيشنت. و that's it. I hope this helped.